صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحج إلى الحج كفارة لما بينهما؟ هذا ورد في الحديث، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وورد في الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وورد: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم.